تدبر. الإنسان يتحرك وليد أفكاره. إذا تدبرنا في معاني بهذا التدبر نصير صابرين، بدون ما نتدبر ما نصير صابرين. أول أمر هو ثواب العمل. يعني الآن لو أنا أقول لك ود عمي أنت تشتغل، إيه أشتغل، إلى متى؟ إلى الساعة 4:30 العصر. طيب واجد متعب، إيه متعب الشغل، أنا عندي لك شغلة ثانية 1:30 تطلع، والله خش شغلة. زين كم راتبها؟ 800. لا ود عمي أنا شغلتي هي اللي أنت تعيب عليها، 4:30 2200 دينار. ها عجل قعد مكانك أحسن لك، بس تعب، أي تعب تسوى. شوف الإنسان من ينظر للثمرة يتحمل الألم. تقول للمرأة تبين درية؟ أكيد الولادة صعبة. يقول ما عليه بس الله يعطيني درية، أم بها الصعوبة. اللي ينظر للثمرة يتهون عليه المصيبة، اللي ما ينظر للثمرة ما يصبر. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يصبر على المصيبة ليوم القيامة 300 درجة، بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. 300 درجة اللي يصبر على المصيبة. بعد خلينا نتدبر في الثواب. لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجر لتمنى أن يقرض بالمقاريض. يقطعون قطعة قطعة، مو سخونة ليلة. يقول يا رب أنا كنت في الدنيا أشتكي المرض، لكن الآن يوم صار القيامة وكشف عني غطائي وصار بصري حديدا شفت ثواب عظيم. أتمنى لو ترجعني يا رب وتقرضني بالمقاريض وترفع درجتي في الجنة. واحد يتحمل أيام قليلة أساس تخلص من الألم. واحد يقول لي أنت العملية دي، يقول أنا أشتكي من ألم شديد. يقول العملية ألمها أشد. يقول العملية كم ألمها؟ يوم يومين. إيه طبعا أحسن لي من مقيم في العذاب. فالواحد يقول في الدنيا كم عمري؟ 60 سنة. بتحمل 60 وبعدين بروح نعيم خالد، تسوى الشغلة. هذه رقم واحد، إن تدبر عنا في الثواب. الأمر الثاني، إحنا عصاة، إحنا عدنا ذنوب. الآن لو واحد يخيرونه يقول لي أنت أحين الله يخيرك تبي مرضى تاخذ 5 أيام ويكفر عنك مثلا 1000 ذنب، لو تبي ما تمرض يوم القيامة يودونك النار إلى أن تكفر 1000 ذنب ويرجعونك الجنة. ما حد يقبل النار، لأن النار هذيك سجرها جبارها لغضبه، هذيك تطلع على الأفئدة مو تحرق الجلد الخارجي، ألمها ما حد يتحمله. هذا جبرائيل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله باسما، يوم من الأيام نزل عبوسا فسأل النبي، قال لقد نفخت على النار، نفخ على النار، بيّن له وش النفخ وش، فبكى، بكى جبرائيل وبكى النبي. تقول الرواية فما رؤي جبرائيل باسما إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي ما شاف باسم، وهذا جبرائيل الملك المكرم وهذا النبي حبيب الله شفيع الأمة، مع ذلك بكى. فالواحد يقولون لي الآن أنت لين جاك بلاء في الدنيا اعتبره كفارة الذنوب، خير لك من أن يؤخر الكفارة إلى النار. شوف الرواية ماذا تقول: ما عاقب الله عبدا مؤمنا في هذه الدنيا إلا كان الله أحلم وأمجد وأجود وأكرم من أن يعود في عقابه يوم القيامة. يرد عاقب مرة ثانية، خلاص عاقبناك في الدنيا وانتهينا، مولدا نطلب من الله ويش احنا؟ لا تخرجني من الدنيا حتى ترضى عني. إذا في ذنوب تمنع الرضا ابتلني، إذا ما تبت ولا استغفرت ابتلني بما يرفع عني أثر الذنوب، أروح يوم القيامة وانت راضي. فإذا المؤمن إذا نظر للابتلاء على أنه علو درجات 300 درجة، مرة واحدة على ابتلاء واحد، واثنين على أن الذنوب العظيمة التي تأخذني إلى النار الله يكفرها بهالمرضى أو هالفقد الحبيب أو المال أو شيء،
حينئذ أقول ما رأيت إلا